السلام الله عليكم جميعا. سعيد ملقب فلامينكو مقيم بفرنسا بالضبط بنواحي باريس. اولا قبل كل شيء كنشكر جورنال اصوات اللي عطتني فرصه هذه باش نتكلم مع اخواني المغاربه من طنجه للبويره انهم باش يلتزموا المنازل ديالهم من اجل صحتهم من اجل يعني العائله ديالهم اي واحد عزيز عليهم. فابقوا في البيوت ديالكم الله يجازيكم بخير. اوصي نفسي واياكم بهذه النصيحه. وكنشكر كل من ساهم من بعيد ومن قريب وكنشكر الاطباء اللي على راحتنا دائما سهرانين نرفعوا لهم القبعه. والامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه وكل المؤسسات المغربيه وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ويا رب تبعد علينا هذا الوباء، يا رب تحفظ بلادنا وتحفظ البشرية كاملة إن شاء الله الرحمن الرحيم. فتحية لكم جميعا. وحنا راه عايشين يعني خارج ديار الوطن والله اللي شاهد علينا أننا كنتألموا على الوطن الأم. وتحية للجميع وكنموت على هذا الوطن الحبيب والشعار الدائم الله الوطن الملك. وتحية لكم جميعا. بقاو في المنازل ديالكم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.